الحمد لله رب العالمين، تفضل على أهل الإيمان بأن هداهم لهذا الدين القويم. نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع فهمًا لكتابه وتدبرًا لمعانيه وعملًا بأحكامه، وأسأله جل وعلا أن يختم لنا شهر رمضان بخير. وبعد، كنا ابتدأنا بالأمس بتفسير سورة براءة، وبينا أقسام العهود التي تكون لأهل الشرك وأقسامهم في ذلك، ولعلنا أن نواصل بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بهذه الآيات. فتفضل بالقراءة، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم.
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات جواباً قد يثور في النفوس، ألا وهو أن الآيات السابقة جاءت في البراءة من المشركين وفي نبذ عهدهم الذي لم يؤقت بمدة، وفيها أيضا تذكير بأن هؤلاء المشركين يجب أن يقعد لهم في كل مرصد وأن يؤخذوا وأن يحصروا حيث وجدوا. فقد يقول قائل: لما هذا الأمر كله ولما هذا التعامل مع هؤلاء المشركين؟ فجاءت الآيات بجواب هذا صراحة بدون لبس وبدون أي خفاء، فقال: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم مشركون؟ والمشرك قد ناقض ما خلق له، والمشرك مضاد لله في شرعه، فكيف يكون للمشركين عهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فمن سبق له عهد سابق فوفوا إليهم عهدهم، فإن هذا الدين قد جاء بالوفاء بالعهد. وقد قيل بأن هؤلاء الذين عوهدوا عند المسجد الحرام أنهم بنو ضمرة، وقيل بأنهم غيرهم، وقيل بأنهم خزاعة. فعلى كل قال فيها: فما استقاموا، يعني إذا استمر هؤلاء الذين عاهدتم عند المسجد الحرام على الوفاء بالعهد والعقد والاتفاق الذي بينكم وبينهم، فيجب عليكم أن تستقيموا لهم، فلا تتعرضوا لهم بأي نوع من أنواع الأذى. ثم قال: إن الله يحب المتقين، أي الذين يخشون الله ومن خشيته يفون بالعهود والمواثيق التي يعقدونها وفيلتزمون بها. ثم قال جوابا آخر على طريقة هؤلاء الذين اعترضوا على البراءة التي جاءت من الله ورسوله للمشركين، فقال: كيف، أي كيف تستنكرون هذا الحكم وكيف تعارضونه؟ وهؤلاء المشركون لو قدروا عليكم لساموكم بأنواع العذاب ولتعرضوا لكم بأنواع العقوبات. ولذا قال: كيف وإن يظهروا عليكم، أن ينتصروا عليكم وتكون لهم كلمة عليكم، فحينئذ لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، أي لا يراعون فيكم شيئا من العهود ولا المواثيق التي تكون بينكم وبينهم. وهكذا لا يرعون ولا يحفظون ما يكون بينهم من القرابة، بينكم وبينهم من القرابة. فإن الإنسان إذا كان على الشرك أعماه شركه عن أن يكون رحيما بقرابته. وهكذا قد يكون لأهل المسلمين جوار لهم، فإذا ظهروا عليهم لم يحفظوا هذا الجوار ولم يراعوا جوارهم، بل ينزلون أنواع العقوبة بأهل الإسلام. ولذلك إذا كانوا يخافون من المسلمين تجد أنهم يمالئونهم
ويحاولون أن يرضوهم وأن يستميلوا قلوبهم بالألفاظ الجميلة والكلام الطيب، مع كون قلوبهم قد امتلأت حنقا وغيظا على الإسلام وأهل الإسلام، ويتمنوا أن يكون لهم ولاية أو تسلط على أهل الإسلام ليوقعوا بهم أنواع العقوبات. وحينئذ يعلم الإنسان أن ما يصدر منهم بأقوالهم إنما هو غدر وخيانة ومجاملة ظاهرة، وإلا فإن قلوبهم تأبى أي ترفض ذلك، فلا تسعى إلا إلى الغدر وعدم الوفاء بحقوق أهل الإسلام. وليس في قلوبهم إلا إرغام المسلمين على ترك دينهم والدخول في دين الشرك الذي هم عليه. ولذلك فإن قلوبهم واعتقاداتهم تأبى وترفض أن يكون للمسلمين حق أو حرية في عبودية الله جل وعلا. ولذلك كان أكثرهم فاسقين خارجين عن الصدق ناكثين للعهود متى قدروا على النكث بها. ولذا قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فهؤلاء المشركون قدموا الدنيا على الآخرة، ولذلك استمروا في ضلالهم وفي مخالفتهم لشرع الله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فكانت مقاصدهم العلو في الأرض وغفلوا عن الاستعداد للآخرة. ولذا تجد أنهم يصدون عن دين الله، أي يبعدون أنفسهم عن الاستجابة للحق، ويسعون في صرف غيرهم عن أن يستجيبوا لدعوة الحق، مع أن الآيات واضحة والدلائل والبراهين كثيرة متعددة، إلا أنهم تناسوها وغفلوا عنها ولم يلتزموا بها، ولذا صدوا عن سبيل الله. ومن هنا وصفهم الله بأنهم سيستاءون من فعلهم، ويظهر السوء على وجوههم في يوم حسابهم. ولذا قال: إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي ما يستمرون عليه من الكفر والشرك والسعي في صد الناس عن دين الله وتشكيكهم فيه، وفي الاستمرار بأذية أهل الإسلام ومنعهم من أن يستجيبوا لدعوة الحق. ثم قال تعالى: فإن تابوا، يعني أن العداوة التي بين أهل الإسلام وهؤلاء إنما هي عداوة دينية، يرضون الله جل وعلا، مع أن رغباتهم وأهواءهم قد تكون في ممالاة هؤلاء ومعاملتهم والرضا بأحوالهم، ولكن تقديم رضا الله على محبوبات النفوس هو الذي تحصل به النجاة. ولذا إذا تركوا ما هم عليه من الكفر والشرك والتزموا بشعائر الله أصبحوا كأفراد منا، أصبح الواحد منهم
أخا لنا في دين الله نقدم له الخير ونسعى في درء الشر عنه. ولذا قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لا يراعون ذلك الإل والقرابة ولا الذمة والعهد، وأولئك هم المعتدون. أما أنتم ففعلكم معهم ليس اعتداء وإنما هو صد للاعتداء. ثم قال فإن تابوا، أي تركوا الشرك والكفر وأقاموا الصلاة، يعني التزموا بفعلها، وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي أصبحوا كواحد، أصبح الواحد منهم منكم وفيكم عضواً في المجتمع المسلم. ثم قال ونفصل، أي نبين ونوضح الآيات، يعني الأحكام الشرعية لقوم يعلمون، أي يسعون إلى التعلم ومعرفة أحكام شرع الله جل وعلا. ثم قال وإن نكثوا أيمانهم، أي غدروا ولم يلتزموا بعهودهم ومواثيقهم وبالأيمان التي عقدوها على أنفسهم، فمن بعد عهدهم، أي من بعد ما عاهدوا أهل الإسلام، ثم استمروا في سب دينكم والطعن فيه والتقليل من شأنه وذمه عند الخلق ووصفه بالأوصاف الكاذبة التي يبرأ منها دين الله، فحينئذ هؤلاء أئمة الكفر يقاتلون طاعة لله جل وعلا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة الذين نكثوا عهدهم في صلح الحديبية ولم يلتزموا به واستمروا في طريقتهم، فصد الناس عن دين الله والطعن فيه. ولذا قال إنهم لا أيمان لهم، يعني أيمانهم لا يلتزمون بها وعهودهم لا يفون بها وصلحهم لا يقومون بتحقيقه، وحينئذ هم ينقضون هذه العهود والمواثيق ويطعنون في الدين بأن يقوموا بعيب هذا الدين والتقليل منه وتنزيل مكانته. ولذا قال فقاتلوا أئمة الكفر، يعني أن كبار أهل الكفر وعظماءهم الذين يتبعهم دهماء الناس يقاتلون من أجل إبعاد ما لديهم من مكر سيء وتخطيط فاسد، ويكون هذا من أسباب فل كلمة المشركين وعدم بقاء من يكون جامعا لهم يجعلهم يقومون بطرائقهم الفاسدة. فقوله فقاتلوا أئمة الكفر، يعني أن هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال لا قيمة لأيمانهم التي ينقضونها، وبالتالي لا حرج عليكم في عدم اعتبار هذه العهود شيئا، لأنهم قد نقضوها قبل ذلك ولم يلتزموا بها. ومن هنا قال إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي قاتلوهم وقفوا في وجوههم لعل هذا يكون سببا في توقفهم في نقض العهود وعدم القيام بما تشتمل عليه العهود والمواثيق من بنود وأحكام.
قوله هنا لعلهم ينتهون فيه دلالة على أن الشرع يتطلع إلى كف أذى المشركين عن المسلمين، وليس المراد القتال لذات القتال، وإنما المراد به أن ينتهي المشركون والكافرون عن طريقتهم في صد الناس عن دين الله جل وعلا. ثم قال تعالى مخاطبا تلك النفوس التي تتردد في هذا القتال، لما كتب علينا القتال والقتال شأنه عظيم، فكان هذا على سبيل التحضيض لهم وترغيب أهل الإيمان في القتال وإزالة ما قد يكون في نفوسهم من تردد في قتال هؤلاء، فقال ألا تقاتلون قوما، أي جماعة، قوما نكثوا أيمانهم، أي نقضوا العهود والمواثيق التي بينكم وبينهم. قال وهموا بإخراج الرسول، أي أنهم كانوا ينوون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من هذه الحياة أو إخراجه من ولايته في المدينة، بحيث يقومون بحبسه وعدم تمكينه من الدعوة إلى الله جل وعلا. وهكذا كان من شأنهم أن يهموا بهذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله جل وعلا في قصة الهجرة، حيث كان المشركون يتناقشون فيما يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشأن، كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وثم قال وهم بدأوكم أول مرة، يعني أن الاعتداء حصل منهم ابتداء، فأنتم لما كنتم في المدينة كانوا يتعرضون لكم بأنواع الأذى، ويصدون الناس عن الدخول في دينكم، ويبثون الدعايات الكاذبة حول هذا الدين. ثم بعد صلح الحديبية كان المشركون هم من بدأوا بنقض العهود، حيث قامت قريش بمعونة قبيلة بكر على قبيلة خزاعة بأموالهم وسلاحهم ورجالهم، فهم الذين بدأوا المسلمين بنقض العهود. ومن ثم قال تعالى أتخشونهم، يعني لماذا تتورعون من قتالهم، فهل المعنى أنكم تخافون منهم وأنتم تعلمون أن تصريف الكون بيد الله جل وعلا، وأنه سبحانه ينصر من يشاء ويعز من يشاء، وأنه جل وعلا يؤيد من يشاء، وبالتالي هل تخشون أن يتمكنوا منكم وأنتم تعلمون أن تصريف الأمور بيد الله وأنه هو الذي يعطي النصر لمن يشاء من عباده المؤمنين، ولذلك كان عليكم أن تخافوا من الله لا أن تخافوا من هؤلاء المشركين، ولذا قال فالله أحق أن تخشوه. والخشية ما يشتمل على خوف وعلم،
ثم قال: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فإن أهل الإيمان إنما يخافون من الله لا يخافون من أحد سواه. ثم قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، أي بما يحصل عليهم من القتل الذي يكون بأيديكم أنتم، ويخزهم أي يذلهم وينقص من مكانتهم ومنزلتهم عند الخلق، فإن الله إذا نصر أهل الإسلام على الكافرين أصبحوا أذلاء ولم يكن لديهم قدرة ولا قوة بعد ذلك. ولذا قال: وينصركم عليهم، أي يجعلكم تغلبونهم وترتفعون عليهم ويكونون تحت ولايتكم. وكذلك من فوائد القتال أنه يذهب ما في قلوب المؤمنين من غل أو من تردد قد يلقيه الشيطان في قلوبهم: أنتم على الحق، فلما لم ينصركم الله جل وعلا. ومن هنا فإن هذا الشرع الحكيم بما فيه من قتال المشركين يترتب عليه شفاء صدور أهل الإسلام، بحيث يذهب غيظ قلوبهم ويرفع عنهم ما كان فيه من حرج، حيث يشاهدون إخوانهم يفعل بهم الظلم العظيم ويقع عليهم أنواع الأذى بغير وجه حق، وبالتالي يتألمون. فإذا وجدوا أن الله نصر أولياءه المؤمنين شفى ما في قلوبهم، وكان ذلك سبب من أسباب طمأنينة القلوب. ولذا قال: ويذهب غيظ قلوبهم، أي يزيل ما في قلوب أهل الإسلام من حسكة وتردد، فيوقن القلوب بنصر الله جل وعلا. وهكذا يذهب الله غيظ القلوب الذي نشأ فيها بسبب ما يراه المؤمنون من أنواع الأذى التي تنزل بإخوانهم المؤمنين. ثم قال تعالى: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، أي قد يتفضل الله بالتوبة على بعض هؤلاء المشركين فيدخلوا في دين الله، وهذا من قدرة الله جل وعلا. ثم قال: والله عليم، يعلم خفايا الأمور ويعلم ما تكنه الصدور، ولا يخفى عليه شيء من أحوال الناس، وكذلك هو حكيم، يضع الإيمان عند من يناسب له الإيمان ويكون سببا من أسباب صلاحه وهدايته إلى الحق. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد متعددة، فمن فوائد هذه الآيات رد الشبهات التي قد تكون في النفوس بسبب عدم معرفتها بحكم الأحكام الشرعية وفوائدها. وفي هذه الآيات مشروعية بيان الحكمة من تشريع الأحكام الشرعية، ليعرف ما وراءها من فوائد عظيمة، وتكون سببا من أسباب معرفة الناس فضل الله عليهم بإنزال هذه الشريعة، وتكون سببا من أسباب قيامهم
بشكر الله جل وعلا عليها، وتكون سببا من أسباب بقاء أهل الإسلام على التمسك بشعائر هذا الدين. وفي هذه الآيات وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق التي يعقدها أهل الإسلام، وتحريم النقض والنكث لها. وفي هذه الآيات أن ما يعقده أصحاب الولاية من عهود ومواثيق واتفاقيات يلزم رعاياهم أن يقوموا بها. وفي هذه الآيات الأمر بمقابلة الناس بمثل تصرفاتهم، ولذا قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وفي هذه الآيات تقدير من قام بالوفاء بالعهود ولو كان من أهل الكفر والشرك. وفي هذه الآيات إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فكما أن الله يحب فهو سبحانه أيضا يحب بعض عباده ويحب بعض الأعمال التي يفعلها العباد. وفي هذه الآيات النظر في مقاصد الآخرين والتأمل فيها ومعاملتهم بما يدرأ ذلك، بما يدرأ ما يكون فيها من مقاصد سيئة، كما قال: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وفي هذه الآيات أيضا القيام بحق القرابة قربة لله جل وعلا، وحق الجيران أيضا. وفي هذه الآيات وجوب الالتزام بالأمان الذي يعقده واحد المسلمين لأفراد المشركين. وفي هذه الآيات عدم الاغترار بألفاظ الآخرين أو مقالاتها التي يقولونها في وجه الإنسان. وفي هذه الآيات التحذير من الانخداع للظالمين والانسياق معهم. وفي هذه الآيات أيضا وجوب تقديم أمر الآخرة على أمر الدنيا، بحيث تجعل الدنيا مزرعة للآخرة. وفي هذه الآيات من الفوائد وجوب تقديم أمر الآخرة على أمر الدنيا. وفي هذه الآيات عظم إثم الصد عن دين الله جل وعلا، فمن دعا الناس إلى ما يتركون به واجبا شرعيا كان ممن صد عن دين الله، ومن دعا الناس إلى الكفر والشرك كان ممن صد عن دين الله جل وعلا. وفي هذه الآيات بيان أن استمرار الكافرين على طريقتهم في الكفر وصد الناس عن دين الله لا يعني صحة منهجهم ولا سلامة طريقتهم، وإنما هم ساء ما كانوا يعملون. وفي هذه الآيات وجوب حفظ حق القرابة وأهل الإسلام، ووجوب الوفاء بعهودهم ومواثيقهم. وفي هذه الآيات أن المعتدي هو من ابتدأ بالاعتداء أولا، أما من قابل بعض الاعتداء بما يكفه فهذا لا يعتبر معتديا، وإنما يعتبر مصلحا. وفي هذه الآيات التحذير من نكث الأيمان، ووجوب الوفاء باليمين،
العهود والنذور. وفي هذه الآيات أن كبار المشركين ممن يتبعهم الناس أولى بالعناية بهم في مقاتلتهم ودفع أذاهم عن الناس. وفي هذه الآيات نفي حقيقة الشيء عند نفع فائدته، نفي حقيقة الشيء عند نفي فائدته. فإذا جاءك رجل عديم الأخلاق فتقول فلان ليس برجل، فأنت تنفي كونه رجلا مع أنه رجل وتوقن بأنه رجل، ولكنك لما علمت بانتفاء فائدته نفيت عنه هذا الوصف. ولذا قال إنهم لا أيمان لهم، فإنهم لما كانوا لا يلتزمون باليمين ولا يفون بها وصفهم بأنهم لا أيمان لهم. وفي هذه الآيات فتح الفرصة للكافرين والمعرضين من أجل أن يتوبوا إلى الله ويعودوا إليه جل وعلا. وفي هذه الآيات أن نكث العهد المتعلق بأصل دين الإسلام يستوجب قتال صاحبه. وفي هذه الآيات التذكير بأن مكائد الكافرين تذهب هباء منثورا، ولذا كانوا قد هموا بإخراج الرسول ومع ذلك لم يجدهم هذا شيئا ولم ينجح تخطيطهم. وفي هذه الآيات وجوب مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بالقيام معه وبعد مماته بنشر دينه وشريعته. وفي هذه الآيات أن الخوف يجب حصره على الله جل وعلا، بحيث لا تخافن من مخلوق، وإذا كان عندك شيء تجاه هذا المخلوق فخف من الله أن يسلطه عليك ولا تخف من ذات ذلك المخلوق. وفي هذه الآيات بيان أن الخشية عبادة يعبد الله بها، وأنه يجب إفراد الله بها، وأنه يتعلق الإيمان بإفراد الله جل وعلا بها. وفي هذه الآيات بيان شيء من القتال مع كونه ثقيلا على النفوس، ولذا قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، أي يذلهم وينقص منزلتهم، وينصركم عليهم أي يجعلكم الغالبين، ويشفي صدور قوم مؤمنين أي يبعد ما كان فيها من التردد أو ما كان فيها من رغبة في إنزال السوء والشر بغير المؤمنين. وفي هذه الآية دلالة على أنه ينبغي بالمسلم أن يسعى لإفراح إخوانه وإسعادهم، فقد أثنى أو قد جعل الله من معنى إيجاب القتال أن يشفي صدور قوم مؤمنين. وفي هذه الآيات أن سنة الله الماضية أن النصر في آخر الأمر يكون للرسول ولأهل الإيمان. وفي هذه الآيات أن هذا المحارب المقاتل للمسلمين قد يهديه الله عز وجل ويدخل في دين الإسلام. وكم كنا نشاهد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم
من أناس لم يكن لديهم قدرات ولم يكن لديهم قوة، ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا النصر العظيم. ولذلك سأذكر لكم شيئا حدث هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هنا في مكة رجلا واحدا وحيدا، فتلقاه قومه بالتكذيب والتكفير. لو شاهدتهم لقلت هذا رجل مسكين وحيد لن يكون له قيمة ولا منزلة. تآمر قومه عليه وعرضوه لأنواع الأذى وسعوا في صد الناس عنه. لو شاهدت ذلك المنظر لقلت لن يكون له شأن ولن يؤمن به أحد. ثم في يوم الشعب يوم الحصار لم يؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليل، فأمرت قريش بأن يوضعوا في الشعب لا يؤاكلون ولا يشارون ولا يباع ولا يؤاكلون ولا يناكحون، مقاطعة كاملة. وجلسوا 3 سنوات حتى أكلوا ورق الشجر من الجوع. لو نظرت إليهم في تلك الحال لما ظننت أن الإسلام سيصل إلى ما وصل إليه. ثم لو نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة في البيت عنده 100 فارس، 100 شجاع، كل واحد منهم قد أمسك سيفا حادا يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو نظرت إليهم في ذلك الموقف لقلت انتهى أمره بالكلية. خرج من عندهم يتلو آيات سورة ياسين ويلقي على وجوههم وعلى رؤوسهم التراب، فلم يلتفتوا إليه وأنجاه الله جل وعلا. وفي يوم الغار يكون تتتبع قريش أثر النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، ويجدون أنه وصل إلى هذا الجبل، جبل الثور. وحينئذ بدأوا يبحثون. لما صعد الجبل لم يعد يعلم بآثاره، لأن الجبل حجارة والحجارة لا تظهر عليها آثار الأقدام. فبدأوا يبحثون في الجبل حتى جاءوا إلى مدخل هذا الجبل، والجبل فيه وهذا الغار فيه خصيصة، وهو أنك إذا دخلته تصعد فتكون في مرتبة أعلى. ومن ثم من شاهد الغار من خارج لا يشاهد من فيه، حتى يقول أبو بكر الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، يعني لو خفض رأسه لا رآنا، فهم كانوا مرتفعين. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ثم في يوم هجرته يطارده سراقة بن مالك بعد أن جعلت قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا 100 ناقة، فيطاردهم سراقة. لو شاهدت الموقف لقلت سيقبض عليهم، فهو رجل فارس ومعه السلاح، أو على الأقل سيقتلهم ويأتي بهم جثثا فينجيهم الله منه، وتغوص أقدام الفرس في الأرض ويسقط من على فرسه. وهكذا
في وقائع عديدة ينصر الله رسوله وينصر أهل الإسلام، فما هي إلا سنوات قلائل يعود إلى مكة فاتحا منتصرا، وما هي إلا سنوات حتى يبلغ ملك أتباعه إلى مشارق الأرض ومغاربها. تأمل أنك في يوم بدر، المسلمون معهم سلاح قليل وهم 310، وأهل الشرك قرابة 1000 معهم الأسلحة والعتاد والتجهز الكامل. لو نظرت لقلت ذهب الأمر. وانظر في يوم الأحزاب، تأتي قبائل العرب بآلاف الجنود، 10,000 يحيطون بالمدينة، وأهل المدينة في جوع شديد وفي خوف شديد وفي برد شديد، فيجلسون 25 يوما يمتحنهم الله ويختبرهم، ثم بعد ذلك يقيض الله الرياح على هؤلاء المشركين فيفرون راجعين خائبين. وهو في تلك الأثناء لما حفر الخندق يبشر أصحابه بفتح قصور قيصر وقصور كسرى وقصور اليمن، حتى إن المنافقين ليستهزئون بذلك، فيقول قائلهم: لا يتمكن أحد منا من قضاء حاجته، وهذا يبشرنا بقصور ملوك أعظم الدول في ذلك الزمان. ما هي إلا سنوات قلائل، بعد الهجرة ب8 سنين يعود إليهم فاتحا منتصرا، وبعد هذا الوعد ب10 سنوات تفتح قصور قيصر وقصور كسرى وقصور اليمن، ويجعل الله لأهل الإسلام الشيء العظيم والدولة الكبيرة من بلاد الصين إلى بلاد الأندلس. مع ضعف الإمكانات على جمال، إذا أرادوا أن يقطعوا مسافة 1000 كيلو التي نقطعها الآن في ساعة، أخذوا شهرا كاملا من أجل قطعها، ولم يكن عندهم سلاح، بل لم يكن عندهم ذلكم العدد من الرجال الذين يقاتلون. فانظر إلى أهل اليمامة الذين كانوا مع مسيلمة، كانوا أضعافا مضاعفة لأهل الإسلام، ولكن دب الفشل فيهم بنصر من عند الله. وانظر في يوم القادسية كم كان عدد المسلمين وكم كان عدد المشركين، وانظر في يوم اليرموك، المسلمون 35,000 والمشركون على أضعافهم، على أقل تقدير 4 مرات، ومع ذلك ينصر الله أهل الإسلام في وقائع عديدة يعجب الإنسان من سماع هذه الأخبار، وما ذاك إلا تصديق وعد الله بنصر أهل الإسلام. وهكذا نجد في تاريخ أهل الإسلام أنهم متى عادوا إلى الله نصرهم وأيدهم ورد كيد أعدائهم وجعل العاقبة الحميدة لهم، كما قال: إن تنصروا الله ينصركم، وكما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وانظر إلى شأن أهل الإسلام عندما يعودون لدينهم
في التاريخ كله تجد هذا واضحا جليا. بارك الله فيكم وأسعدكم دنيا وآخرة وأصلح الله ذراريكم وأعقبكم العاقبة الحميدة وتولى أمر دنياكم وجعلكم من المتمسكين بدينه السائرين على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونسأله جل وعلا أن يملأ قلوبهم تقوى وإيمانا وأن يجعلهم ملتزمين بشعائر دينهم قائمين بها، وأن يصلح نياتهم وأن يجعل مقاصدهم أخروية، كما نسأله جل وعلا أن ينصرهم على أعدائهم وأن يكبت هؤلاء الأعداء بقوته سبحانه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين للخير والهدى وأن يكونوا من أسباب السعادة والهداية، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة هذه البلاد وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء على ما هيأوا لنا من أمور نعبد الله بها في هذه المواطن الشريفة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيراً.